يسعد مساكم واهلا ومرحبا بكم الى برنامج الملياردير على شاشة الرابعة العراقية. اولا رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله يحمل معه هالشهر الفضيل كل الخير والبركة والسعادة والسلام والاستقرار الى العراق الحبيب والى اهله طيبين. ثانيا بما انها الحلقة الاولى اسمحوا لي اعطيكم فكرة صغيرة عن هالبرنامج. هي مسابقة ولكنها مسابقة كبيرة، يعني الجائزة 1,000,000 دينار عراقي، وعندنا أمل كبير أنه حدا يربحها بهالموسم. هناك 16 سؤال إلى المليار، فرص المساعدة 3، أولاً تبديل سؤال مجاناً، ثانياً شراء إجابتين، ثالثاً شراء سؤال جديد. ولما بقول شراء يعني أنه المتسابق يخسر درجة من المحطة اللي وصلها، وبإمكان المتسابق أن ينسحب ويأخذ معه المبلغ اللي بيكون وصله، ولكن لازم ينسحب قبل ما أنا أطرح عليه السؤال وليس بعد. وعنده المتسابق عنده ملء الحرية أنه يثبت المبلغ اللي بيناسبه، ما بيعود يخسره. ملاحظة أخيرة قبل ما نبدأ، قانون الاشتراك بهالمسابقة ينطبق على الجميع، فلا وسطات ولا مداخلات، والمشاركة بتكون حسب الطريقة اللي أعلننا ونعلن عنها ولا مراعاة لأحد. يمكن طولت عليكم شوي بس هيدي المقدمة لابد منها لأننا في الحلقة الأولى. خلونا نبدأ بالضيفة الأولى بهالحلقة. الضيفة هي رويدة الجبوري. اهلا رويدة. اهلا وسهلا فيك. انت من وين جيتي؟ من بغداد. من بغداد؟ نعم. ساكنة بغداد؟ نعم. بالنسبة. يلا فرجينا نشاطك. شكرا جزيلا. رويدة ماجستير تعليم من جامعة ساوث ويلز. نعم. شو درستي هوني؟ درست التعليم في تخصص الابتكار والتطوير في التدريس والتعليم. نعم. أخذتها. هلأ شو عم تعملي؟ حالياً أشتغل مستشار تنمية اقتصادية في القطاع الخاص. في القطاع الخاص؟ أي نعم. وشو هواياتك هيك وأحلامك؟ تمام. الهوايات بعيداً عن المطالعة والقراءة بشكل عام هي الرياضة وتجربة الأشياء الجديدة. يعني عم تمارسي الرياضة؟ إيه بأمارس الرياضة يومياً؟ 6 مرات بالأسبوع. 6 مرات؟ يعني أي نعم. يوم واحد إجازة. يوم واحد إجازة بعد فترة. شو رياضتك المفضلة؟ بصراحة هي المشي، إضافة نعم. إلى أني أمارس رياضة الحديد، يعني رفع الأثقال وكذا. نعم. عندك وقت يعني ما ما تزوجتي بعد؟ لا لا عزيزي. ما عندك أولاد؟ إيه. الله يوفقك، بتمنى لك كل الخير. ليكي مثل ما أنا قلت بهالمقدمة هيدي مسابقة كبيرة. نعم. مليار، بتمنى لك المليار. شكرا جزيلا. عندك 16 سؤال حتى توصلي إلى المليار. إني 4 مراحل أسئلة. في عندك 3 وسائل مساعدة. عندك أول شيء تبديل سؤال وهذا بيكون مجاناً. لا. بيضل في عندك وسيلتين، هي شراء إجابتين أو شراء سؤال جديد. كيفك؟ تمام. فيكي تتوقفي عن المسابقة وتقولي أنا خلص اكتفيت بهذا المبلغ وأنسحب، تاخذي المبلغ بس بتقولي لي قبل ما أطرح عليك السؤال. تمام. لازم تثبتي، يعني بس تصيري فوق المليون بدك تثبتي مبلغ حتى ما تخسري كل شيء، لأنه هون ما في شيء بغطيك. يعني إذا كان معك 100 مليون وما كنت مثبتي تنزلي للصفر. تمام. أوكي. أوكي. كل شيء واضح؟ كل شيء واضح. نبدأ؟ نبدأ. إذن مع رويدة الجبوري والملياردير. يلا بس أسئلة سهلة رويدة. السؤال الأول، إحدى هذه الدول ليست لها حدود مع العراق: لبنان، سوريا، الأردن، السعودية. الإجابة رقم 1 لبنان. لبنان. نعم. جواب صح، متأكد. صار معك 100,000. السؤال الثاني. تمام. حيوان يطلق عليه ملك الغابة: الأسد، الأرنب،
الفار، القط. الإجابة رقم واحد الأسد. الأسد، الأسد صح. السؤال الثالث، مطرب عربي من أغنياته عندك بحرية، يا ريس، جورج بسوف، عاصي الحلاني، وديع الصافي، راغب علامة. جواب رقم ثلاثة وديع الصافي. وديع الصافي. حلو، معلوماتك الفنية ميحة. الحمد لله. تعرفيها الغنية؟ ايه. عندك بحرية يا ريس. والبحر كويس يا ريس. والجواب صح. صاروا 500,000، سؤال مليون. اوكي. العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي هي المارك، الفرنك، اليورو، الدولار. جواب رقم ثلاثة اليورو. اليورو. نعم. نهائي. نهائي. طبعاً الجواب صح. صار معك مليون. بدك تثبتي شيء؟ شوي نمشي. شوي نطلع. لا ماشي حالك ما شاء الله، والأسئلة منيحة ما فينا نقول. أوكي. رح نتوقف لحظات للإعلان ثم منكمل مع الأخت رويدة الجبوري. مستمرين سوا بهالحلقة من برنامج الملياردير على شاشة الرابعة. معنا الأخت رويدة الجبوري عم بتشارك. قطعت المرحلة الأولى، يعني أجابت على الأسئلة السهلة، أربعة أسئلة أجابت بامتياز، كانوا سهلين. سهلين. يعني وصلت للمليون. هلأ رويدة أنت دخلتي بالمرحلة الثانية. بالمرحلة الثانية عندك خيارات، يعني عندك 9 فئات. قبل كل سؤال بنحط لك فئتين، بتختاري واحدة منهم ونحن بنسألك سؤال من هذه الفئة. تمام. 9 فئات يعني فيها من كل شيء. اوكي. شدي حالك. شاهدة. بعدك ما لمستي وسائل المساعدة، انتبهي كيف تستخدميها. تمام. منتابع معك. شوفي أول شيء أي فئة بتختاري. أدب أم معلومات عامة؟ أدب. تختاري الأدب؟ نعم. يلا سؤال بالأدب، قيمته مليونين. شاعر عراقي له قصيدة الشمس شمسي والعراق عراقي، حسين مردان، رشدي العامل، عريان السيد خلف، كريم العراقي. جواب رقم 4 كريم العراقي. متأكدة؟ جواب نهائي. 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 كريم العراقي. الشمس شمسي والعراق عراقي، ما غيرت دخلاءه من أخلاقي، داس الزمان على جميع مشاعري، فتفجر الإبداع من أعماقي. الله يرحمه. الله يرحمه. توفى من شهرين ثلاثة. كان شاعر رقيق وجميل فعلا. أكيد. الله يرحمه. الجواب صح. صار معك مليونين. ثبت على المليونين. ثبتي على المليونين. ايه. يلا ثبتوا على المليونين. خلص هاي المليونين ما بقى تخسريها ان شاء الله. ان شاء الله. بتعرفي امتى بتخسريها؟ اذا استخدمتي وسائل مثلا، اشتريتي سؤال. نعم. او اشتريتي اجابتين. طيب. تتراجعي درجه. نعم. بترجعي للمليون مثلا. اكيد. ان شاء الله لا. يلا سؤال 3 ملايين، بدنا نختار بالاول، فن ام سياسه؟ فن. كله فن؟ فن. أدب وفن؟ أدب وفن. يلا فن. كم يبلغ عدد مسرحيات شكسبير؟ هذا فن قوي ده. نعم. طيب 25 مسرحية، 10 مسرحيات، 30 مسرحية، 39 مسرحية. عدد مسرحيات شكسبير، وانت كنت درستي بإنجلترا. نعم.
درست بس التخصص مالتي بالتعليم مو بالادب. بعرف بالكليه. بالكليه شنو نقرا؟ عندك فكره شيء مثلا؟ عندي فكره عن اثنين بس انه بالمجمل ايش قد اشتغل او كم مسرحيه سوى. كم عدد مسرحيات شو بتعتقدي؟ هي بين العشرة والخمسة وعشرين، ما أعتقد سوى أكثر من هذا. إيه؟ اعتقادي. بس بما أنه هيجي السؤال فنستخدم وسيلة مساعدة. شو هي؟ نستبدل السؤال. نستبدل السؤال لأنه هذا مجانا. نعم. أول شيء، بس أنت عم تتباخلي كثير. الحب والرحمن وأعداء البخيل. يعني عشر مسرحيات، 30 مسرحية، مسرحياته أكثر من هيك شكسبير. أوكي. يلا أول شيء خلينا نشوف الإجابة الصح بعدين بنبدل السؤال. 39 مسرحية ما شاء الله، لأنه ما مر علي صراحة. إيه فلذلك كان عملاق. يلا بدلنا السؤال. بعدك على المليونين، ما خسرت شيء. هلأ بنشوف سؤال جديد. آلة موسيقية اشتهر بالعزف عليها الفنان العراقي غانم حداد. الناي، الطبلة، الكمان، العود. لازم تكوني تعرفيها. لا، غانم حداد. غانم حداد على أي آلة كان يعزف؟ صراحة عندنا العود معروف باسم عازف موسيقي مشهور بالعراق. إيه عندك. معروف هو نصير شما. الطبلة مو كلش إلها، يعني هي موجودة بالعراق لكن ما عندنا فنان اشتهر بيها حرفيا. نعم. فأني محتارة بين الناي والكمان. جواب رقم واحد الناي. ليكي أنت معك هلأ مليونين، إذا كان إجابتك خطأ ترجعي للمليونين. أوكي. إذا ما بعرف يعني بتحبي تستخدمي بعض وسائل مساعدة؟ مثلاً تشتري إجابتين بتكوني مطمئني أكثر. لا الناي. مصرة على الناي؟ مصرة على الناي. إذا مصرة على الناي خلص حطوا له. لأن الناي بيحزن هواية والعراقيين يحبون الحزن. الناي. أنا بعتذر ما عندي هالثقافة الفنية خاصة بالنسبة للعراق يعني. نعم. يعني بعرف الأشهر. نعم. بيناتهم، بس يبدو أنه الفنان العراقي غانم حداد كان يعرف أو كان مشهور بالعزف على الكمان. خير. خسرناكي بكير. ما مشكلة، المهم وجودي بيناتكم هذا. بس كسبتي معنا مليونين. نعم. دينار، مبروكين عليكي. شكرا جزيلا لك. بتمنى لك رمضان كريم انت وأهلك. علينا وعليك. كيف عم تقضي رمضان؟ الحمد لله بين العائلة والشغل. بين العائلة اكيد. ايه. رمضان هو للعائلة. ايه طبعا اكيد. نورة دائما. شكرا جزيلا الف شكر لك. شكرا. رح نروح الى فاصل اعلاني ثم نستقبل ضيف جديد بهالحلقة، خليكم معنا. أقبل شهر لم تجي، هل الخير أهلا فيه؟ رمضان الإيمان، رمضان أهلا فيه. قل علينا بنوره وصل، وهلاله بشرى الأمل، نخرج في أمن وأمان. البنا أكثر من عشرة، البنا وطن وأسرة، ومن زاخل البصرة ويكي جمعتنا أقوى. رمضان كريم. بعدها بخير دنيا حلوة وضين الحب كل لحظة يقوى، نمد الإيد للإيد سوي اللي نتمنى، نساعد بعض ونبقى أحباب بين البشر، الحب ما غاب شقد حلوين وحنينين يا أطيب خلق الله. بعدها الدنيا حلوة
ولما التنزيل تقوى وبالوطني نختصر المسافات. اختار الوطني وحصل انترنت ضوئي ب 29 ألف دينار بس. مصرف الطيف الإسلامي صار عندهم الوديعة الشهرية شكليته. يعني شنو تفهمني؟ يعني فلوسك بأمان وتبقيش قد ما كان وهم تاخذ عليهم مرابحة، يعني راح يصيرن زاير. مصرف الطيف، خدمات الدفع الإلكتروني الأحدث في العراق. نتابع سوا هالحلقة من برنامج الملياردير. معنا ضيف جديد، معنا الأخ مهند القريشي. أهلا وسهلا فيك مهند. أهلا وسهلا، حياك الله، أهلا بك أستاذ. رمضان كريم، ينعاد عليك بالخير والبركة إن شاء الله. رمضان أنت وأهلك، رمضان كريم على الجميع إن شاء الله، كل اللي بتحبون. شكرا جزيلا. رمضان كريم على مهند الجميع إن شاء الله. شاب بس معه دكتوراه باللغة العربية من جامعة المستنصرية. شو عم تشتغل هلا؟ حالياً أنا تدريسي في مركز البحوث النفسية اللي تابع لوزارة التعليم العالي. نعم. هي حالياً الوظيفة مالتي. سابقاً كنت أعمل في مجال القنوات الفضائية كمصحح لغوي. هل لك علاقة بالمسابقات؟ سبق أنك اشتركت بمشي مسابقة ولا شيء؟ لا، أنا ما مشترك يعني سابقاً بأي مسابقة، لكن وأنا صغير يعني المواسم السابقة لبرنامج من سيربح المليون كنت أجمع الأسئلة وأدونها في دفتر، خاصة يعني الأسئلة الجدية. بعدك تدونها إلى اليوم؟ لا يعني الدفتر موجود عندك يعني؟ مفقود. لكن كم سؤال تقريبا؟ يعني بحدود أكثر من 300 سؤال، 400 سؤال. 400 سؤال؟ أي بالضبط. يعني كل الأسئلة اللي يعني معظم المواسم اللي بث فيها برنامج من سيربح المليون، أو يعني على طول المواسم حتى آخر الموسم الرابع اللي كان يمكن في عام 2016. ما شاء الله عليك. فمعظم الأسئلة أنا كنت أدونها وأحفظها. ممتاز ممتاز ممتاز. يلا إن شاء الله تجيك أسئلة من الأدب وهيك تبرع فيها إن شاء الله. إن شاء الله. هالمسابقة 16 سؤال إلى المليار، بتمنى لك تكسب المليار. ممتاز. شكرا. ثلاث وسائل مساعدة باختصار، بتبدل سؤال ثم بتشتري تبديل إجابتين أو بتشتري تبديل سؤال. طبعا. أوكي، فيك تتوقف عن المسابقة لما بدك، إنما قبل ما أنا أطرح عليك السؤال. تمام. فيك تثبت المبلغ اللي بتكون وصلت له، بتقول خلاص انا ثبت مثلا مليون، مليونين، 3-15 ان شاء الله تطلع بالسلم. شكرا. بتثبت ما بتقعد تخسره. تمام تمام. جاهز؟ جاهز. يلا خلينا نبدا. مهند القريشي والملياردير. أربعة أسئلة، هاي سهلة. تمام. السؤال الأول، كم دقيقة في الساعة الواحدة؟ 10 دقائق، 70 دقيقة، 20 دقيقة، 60 دقيقة. الإجابة الرابعة 60 دقيقة. 60 دقيقة. نعم. متأكد؟ نعم. الجواب صح. السؤال الثاني، من أدوات القصاب المطرقة، المنشار، الطبر، المفك. الإجابة رقم 3 الطبر. طبر؟ اي نعم. أنا لفظت غلط. يعني احنا نلفظها في اللهجة العراقية الطبر. الطبر. معليش معليش أنا معليش. نعم. لو لفظت غلط الطبر. نعم. الجواب صح. صاروا 250 ألف. السؤال الثالث، ممثلة لقبت بسندريلا الشاشة العربية، ما تقلي ما بتعرف. نعم. نادية لطفي، سعاد حسني، منى زكي، يسرى. الإجابة الثانية سعاد حسني. سعاد حسني. متأكد؟ متأكد. نعم. سندريلا الشاشة. نعم قلت أكيد. الجواب صح. خمسمائة ألف. هلأ سؤال المليون، ما هو نوع الشجرة الموجودة على العلم اللبناني؟ السرو، الصنوبر، اللبلاب، الأرز. بلاد الأرز لبنان. جواب رقم 4 الأرز. بلاد الأرز أوطاني.
بلاد الأرز. نعم. نهائي. نهائي. هي الأرزة. هي ما هي الشجرة الموجودة على العلم اللبناني؟ الأرزة. ربحت المليون. شكرا. هلا بدك تدخل بالمرحلة الثانية. نعم. بالمرحلة الثانية في عندك اختيارات. في عندنا تسع فئات تختار فئة منها، بس قبل كل سؤال بنقدم لك فئتين، تختار واحدة منهم وبنطلع عليك سؤال من داخل هذه الفئة. تمام. اوكي بنبدا باختيار اول فئة. معلومات عامة فن. نختار المعلومات العامة. معلومات عامة. يلا بنختار له السؤال بالمعلومات العامة للأخ مهند. ما البلد الذي كان يطلق عليه لقب السعيد؟ اليمن، السودان، الأردن، البحرين. الإجابة رقم واحد اليمن. اليمن تسمى، نعم تسمى اليمن السعيد. اليمن السعيد. يا حرام ليش خلوه سعيد؟ أحبابنا في اليمن. اليمن جواب صح. لك مهند أنت ما قلت لي شو هواياتك؟ أنا يعني هوايتي أحب كرة القدم صراحة، وأيضا يعني مارستها في بس بتمارس كرة القدم ولا بتحب مارستها تشوفها؟ في يعني في المراحل السنية الأولى في مدرسة عمو بابا، لكن بسبب قصر النظر يعني تركتها، يعني عندي قصر عن درجة عالية 7 درجات، فهذا كان يعيق يعني شوية. وأيضا أحب يعني أنا أيضا قارئ للقرآن ومجود. مجود؟ أي نعم مجود بحكم يا رجل. بحكم يعني عملي يعني تخصصي في الدراسة، فأحببت قراءة القرآن وكذلك جودته. بدي يكون صوتك حلو إذا بتجود. والله ربما. ربما فيك تسمعنا شيء هلأ بهالشهر الفضيل. ماكو مشكلة. والله ما أحلاك بأول حلقة هيك نسمع. ماكو مشكلة. نسمع شيء منك برمضان. ماكو مشكلة. يلا هات لنشوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا لها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ما شاء الله عليك. أنا نجيت لي هلأ بربحك المليار. شكرا. شكرا. ما شاء الله عليك. شكرا. وين تعلمت التجويد؟ تعلمت في يعني في دار احد اصدقائي كان يعلمنا احكام التلاوه، بعد ذلك بديت ادخل في المؤسسات القرانيه لتعلم يعني كيفيه القراءه بالتجويد المقامات يعني الانغام الصوتيه، وكذلك يعني اتمام بقيه الاحكام احكام التلاوه والتجويد. ما شاء الله عليك. شكرا. يعني لازم نستريح هيك. شكرا. بعد هالتجويد بعد هالتلاوة هيدي بنتوقف لحظات للإعلان ثم نتابع مع هالأخ الجميل مهند القريشي. نرجع سوا إلى برنامج الملياردير وإلى ضيفنا الأخ مهند القريشي من بغداد. ما شاء الله هلا قبل الاعلان سمعنا تجويد رائع. شكرا جزيلا. اتحفتنا والله. والله شكرا. مهند انت صار معك مليونين. وانت بالمرحله الثانيه. تمام. بعد عندك 3 وسائل مساعده ما استخدمت منها شيء، ما تنسى. تمام. بنتابع بس بدي اياك بالاول تختار فئه من هالفئتين. تمام. جغرافيا.
أم رياضة؟ الرياضة. رياضة. مصر على الرياضة ما شاء الله. يعني أتمنى. يلا منيح واثق من حالك. نعطيك سؤال بالرياضة. نوع من المصارعة الأولمبية القوية الحرة غير المقيدة المشتعلة. الإجابة الثانية المصارعة الحرة. المصارعة الحرة. المصارعة الحرة هذه الفئة اللي أو النوع ضمن الرياضات الأولمبية تحت رياضة المصارعة اللي هو الحرة. شو بتقول؟ حرة ثبت؟ أي نعم ثبت. ثبتنا على الحرة. الحرة قوية أنا مش سامع فيها. ما هيك؟ ما في مصارعة قوية غير مقيدة ما في. مشتعلة؟ معقول مصارعة مشتعلة؟ لا توجد أي فئة مشتعلة. الحرة الجواب صح. صاروا 3 ملايين. يلا بنختار فئة لحتى نستعجل شوي. الأدب. أدب أمثال. الأدب. تختار الأدب. الأدب. سؤال 5 ملايين بالأدب. يلا. الكوميديا الإلهية هي شعر ملحمي، شعر فلسفي، شعر شعبي، شعر رومانسي. يعني بالتأكيد ليست الشعر الشعبي. نعم. يعني أعتقد هي ليست شعرا شعبيا. ليست إيه. وليست شعرا رومانسيا. نعم. لا شعبي ولا رومانسي. أوكي. بالضبط. الكوميديا الإلهية بما أنه مرتبطة باليونان فأنا هسه شاك بين الفلسفي والملحمي. نعم. أميل إلى الخيار الأول. ملحمي. نعم لكن. بتثبت. نثبت. على الملحمي. نعم الشعر الملحمي. أنت كنت قلت فلسفي. يعني قلت إنه بما أنه مرتبطة باليونان فشكيت يعني بالخيار الفلسفي أو. لكن انه هي مر علي المعلومه انه ملحمي. شو ملحمي؟ هي مش فلسفي هي ملحمي. مزبوط الجواب صح. صار معك 5 ملايين. فيك تحب تثبت؟ نعم نثبت على على الخمس ملايين. بدنا نثبت له على الخمس ملايين لانه ما بدنا يخسر تحت الخمس ملايين. اوكي يلا اختر لي فئه من الفئتين. تاريخ أم سياسة؟ التاريخ. تاريخ. نعم. يلا نعطيه سؤال 10 ملايين من التاريخ. سؤال في أي عام هجري وقعت غزوة حمراء الأسد؟ 3 للهجرة، 5 للهجرة، 7 للهجرة، 9 للهجرة. جوابا. يعني هذه الغزوة صراحة ما عندي أي فكرة عنها. بدك عندك تبديل السؤال. بدل السؤال ببلاش. بدل السؤال لأن الخيارات كلها متقاربة. نعم نعم نعم. طيب أعطونا الإجابة الصح بعدين بنبدل السؤال. 3 للهجرة. توقعت لأن. يا ريتك جواب. لكن يعني صار عندي اشتباه بغزوة أحد اللي هي في 3 للهجرة. هلا سؤال من نفس الفئة. إحدى هذه الدول قامت على أرض الشام. معين، كندا، سبأ، تدمر. معك 5 ملايين. طبعاً الخيارات متقاربة. أعتقد تدمر على أرض اليمن. تدمر أعتقد أنه قامت على أرض اليمن. شوف عندك بعض وسائل مساعدة دكتور. أختار وسيلة ال شراء إجابتين. نشتري إجابتين. نشتري له إجابتين. أنت هلأ بترجع من 5 ملايين إلى 3 ملايين. شو بدنا نعمل؟ يعني كنت ثبت على 5 ملايين. هلأ بترجع على 3 ملايين بس بتضلك تثبت على 3 ملايين. بقي لك تدمر ومعين. أي وحدة على أرض الشام؟ أعتقد
أنا شاك في الإجابة الأولى، يعني عندي شك في الجواب الأول. بصراحة ما فيني ساعدك، يا ريت كان فيني ساعدك بس ما فيني ساعدك. استاهل بس ما فيني ساعدك. أنت أعطيني يعني جواب، ثبت لي الجواب، أعطيني جواب نهائي. أختار الإجابة الأولى. معين؟ معين. كيفك؟ ثبت يعني؟ ثبت نعم. معين؟ قلت لي تدمر على أرض اليمن يا رجل؟ يعني هذا اللي تصور، حرام عليك، تصور اللي حرام عليك. تدمر كان إلى هلأ بالربيع العربي، تدمر شهرت، كثرت الآثار اللي فيها. زنوبيا، سامع بملكة زنوبيا؟ ملكة تدمر. التي بنت تدمر، تدمر في أرض الشام، تدمر في أرض الشام. شو بدنا نعمل؟ والله هيك أنا زعلت، شو بدي أعمل؟ بس ما فيني، ما فيني. أنت ما بقى تنزل عن 3 ملايين، ربحت معنا 3 ملايين، مبروكين عليك. شكرا. كنت بتمنى تكفي معنا أكثر. شكرا. بس شو بدنا نعمل؟ شكرا. هذا قانون المسابقة. صح. الله يوفقك، رمضان كريم، عيد الأهل، وإن شاء الله بينعاد عليكم بالصحة والعافية. نتوقف. شكرا. لحظات للإعلان ثم نتابع مع متسابق ثالث في هذه الحلقة. أقبل شهر لم تجي، هل الخير أهلا فيه؟ رمضان الإيمان، رمضان أهلا فيه. قل علينا بنوره وصل، وهلاله بشرى الأمل، نخرج في أمن وأمان. البنا أكثر من عشرة، البنا وطن وأسرة، ومن زاخل البصرة ويكي جمعتنا أقوى. رمضان كريم. بعدها بخير دنيا حلوة وضين الحب، كل لحظة يقوى، نمد الإيد للإيد، سوي اللي نتمنى، نساعد بعض ونبقى أحباب، بين البشر الحب ما غاب، شقد حلوين خلق الله. بعدها الدنيا حلوة، ولمتنا تزيد تقوى، وبالوطني نختصر المسافات. اختار الوطني وحصل انترنت ضوئي ب 29,000 دينار بس. في أولى الحضارات بنيت، في مقدمة الجامعات تربعت، في صرح ملؤه العلم ارتقت، وبالاستدامة حروف كتبت نحو جامعة مستدامة. مصرف الطيف الإسلامي صار عندهم الوديعة الشهرية. شكلياته يعني شنو دي؟ فهمني، يعني فلوسك بأمان وتبقيش قد ما كان، وهم تاخذ عليهم مرابحة، يعني راح يصيرن زايد. مصرف الطيف، خدمات الدفع الإلكتروني الأحدث في العراق. في أولى الحضارات بنيت، في مقدمة الجامعات تربعت، في صرح ملؤه العلم ارتقت، وبالاستدامة حروف كتبت نحو جامعة مستدامة. نتابع سوا هالحلقة من برنامج الملياردير، ومنرحب بضيفنا الثالث بهالحلقة الأولى من البرنامج، الأخ علاء الفاضلي. أهلا وسهلا فيك أخ علاء. أهلا وسهلا فيك. دكتور علاء، دكتور عنده دكتوراه بعلم النفس التربوي، درس
في بيروت، الماجستير ثم الدكتوراه من جامعة بوسطن. عنده مطبعة بيطبع كتب، بيطبع مؤلفات، هواياته المطالعة وجمع الأشياء القديمة الأنتيكة والسفر. متزوج وعندك بنتين؟ بنتين. شو اسمهم؟ أسينات وماريا. الله يخليهم. الله يسلمك. عبال الصبي إن شاء الله. الله يسلمك. عبال الولد. تحياتي لك ولا الأسرة كلها. صايم؟ الحمد لله. الله يتقبل صيامك ورمضان كريم من الجميع إن شاء الله. هاي المسابقة يمكن أخذت فكرة عنها، 16 سؤال إلى المليار، 3 وسائل مساعدة، تبديل السؤال، شراء إجابتين، شراء سؤال. فيك تتوقف عن المسابقة لما بدك، بتقلي أنا بنسحب، بس قبل ما أطرع عليك سؤال فيك تثبت، لازم تثبت لما توصل فوق المليون، ثبت مبلغ ما بقى تخسره مثل ما صار مع الزملاء اللي مرقوا قبل شوي. جاهز؟ إن شاء الله جاهز. مع دكتور علاء الفاضلي والملياردير. السؤال الأول، ماذا يطلق على الممثل المشهور؟ شمس، نجم، قمر، هلال. الجواب الثاني نجم. نجم جواب صح. لا تبقى هيك الأسئلة. تمام. السؤال الثاني، ما هي الرياضة التي يستخدم بها اللاعب مضرب؟ الجري، السباحة، التنس، كرة السلة. الجواب الثالث التنس. الجواب صح. صاروا 250,000. السؤال الثالث، أين تقع منارة الحدباء؟ الأنبار، واسط، الموصل، صلاح الدين. شكلها بالعراق هيدي. الحدباء بالعراق بس انهارت أيام داعش. وين؟ الموصل. بالموصل. الموصل دمروها؟ سقطت يعني؟ لم تعد موجودة؟ يعني هي بالموصل أكيد يعني. لا هي بالموصل بس لم تعد موجودة يعني؟ يعني هي في عندنا منارة يعني مشهورة بالعراق انهارت يعني بسبب الأعمال التخريبية اللي صارت. الموصل. جواب صح. السؤال الرابع، تكسب مليون، لأي مطبخ تعود أكلة البيتزا؟ سهل هيدا، سهل. في زوم حط لك اختيارات، الفرنسي، الألماني، الإنجليزي، الإيطالي. الجواب الرابع الإيطالي. بيتزا. تحب البيتزا؟ تأكل بيتزا؟ تأكيد. ما في عراقي ما يحب الأكل يعني. صايم هلا إن شاء الله بتتعشى بيتزا، تفطر على البيتزا إن شاء الله. إيطالي. الجواب صح. صاروا مليون دينار. دكتور علاء، هلأ دخلنا بالمرحلة الثانية. هالمرحلة هيدي أصعب طبعاً، بس بيصير في عندك خيارات إنه بتختار فئة من 9 فئات. قبل كل سؤال بعطيك فئتين تختار واحدة منها، ونحن بنعطيك سؤال من هذه الفئة. يلا يلا طلع هون، اختار لي فئة من الفئتين. فن أم أمثال؟ أمثال. أمثال. تحب الأمثال؟ لا مو يعني بقدر أنه بعيد عن الفن. إيه بعدت عن الفن. حافظ أمثال كتير؟ يعني إن شاء الله. يلا سؤال المليونين، مثل، مثل يضرب للتحمل والصبر، يتمسكن لما يتمكن، ما تضيق إلا تفرج، الغايب حجته وياه، جنة يأكل بالدين. جنة يأكل بالدين باللهجة العراقية. يعني الجواب الثاني أقرب، هو ما تضيق إلا ما تفرج. ما تضيق إلا تفرج يعني يعني بيقولوا ما بعد الضيق إلا الفرج الفصحى.
هلا حطوا لك يا السؤال باللهجة العراقية. العراقية ما تضيق إلا بالفرق إلا تفرج. ثبتت نهائي. نهائي. نهائي إجابتك صح، صاروا مليونين. بس بدي ذكرك انه فيك تثبت الإجابة حتى ما تخسر، ما تنزل دونها يعني بعدين، لانه اذا ما ثبت وجاوبت غلط تنزل للصفر، بيروحوا كلهم. شو بدك؟ استمر. نستمر. نستمر. يلا فئة من الفئتين، اختار لي واحدة. معلومات عامة أدب. معلومات عامة. معلومات عامة. سؤال بقيمة 3 ملايين. أين اخترعت الساعة الشمسية؟ اليونان، مصر، الصين، العراق. الساعة الشمسية. أنت هلأ ما استخدمت ولا وسيلة مساعدة بعد، عندك وسيلة مجاناً وعندك وسيلتين بتدفع ثمنهم. شو بدك تعمل؟ حذف إجابتين. نحذف إجابتين. لحظة. أول شيء عندك وسيلة ببلاش. بدك تدفع ثمن؟ يعني بدك تدفع فلوس يعني؟ إذا قلت هلأ أني استخدمت وسيلة بترجع للمليون، بعدك مش مثبت. ها يعني أقدر أستبدل السؤال؟ ما في عندك أول شيء استبدال سؤال ببلاش. استبدال سؤال. بعدين تشتري إجابتين بصير ندفعك، يعني بتتراجع، ندفعك من ربحك. أوكي؟ بقى شو بدك تعمل؟ نستبدل السؤال. استبدل السؤال. تستخدم الوسيلة المجانية بالأول. هذه هدية. نستبدل السؤال بس بدنا نفرجيه أول شيء الإجابة الصح. شاكك بشيء أنت؟ شاكك بشيء بلد؟ أي شاكك، هو شاكك يعني في مصر. في مصر؟ الساعة الشمسية في مصر؟ يا زلمة كنت أقول مصر. لا هي جواب يعني صح. أساساً من مصر وجت من ال. ليه ما قلت؟ من الأندلس يعني. هي ليه ما قلت؟ أحد علماء الأندلس بس. يلا من بدل له السؤال. لأي دولة يعود مفتاح الاتصال الدولي 00962؟ السودان، الأردن، فلسطين، الإمارات. 962. الأردن. الجواب الثاني. الأردن. 962 الأردن. نهائي. 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 لبنان 961. الأردن 962. سوريا 963. جواب صح. هلأ صار معك 3 ملايين. على كل حال مش راح نكفي بقى نحن وياك، بدنا ننتقل للحلقة الثانية، حلقة بكرة. بس هلأ بتحب تثبت 3 ملايين ولا بتخليها معلقة؟ ممكن تطير لبكرة. انتبه. نثبت على 3 ملايين. ثبتت على 3 ملايين. اذا الدكتور علاء ثبت على 3 ملايين. ضلك فايق لانه ممكن ننسى لبكرة. نثبت على 3 ملايين. نتابع سوا بكرة. مشاهدي الكرام شكرا لكم على المتابعة. مثل ما شفتوا 3 متسابقين اشتركوا معنا بهالحلقة الاولى من برنامج الملياردير على شاشة الرابعة. نلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة نهار غد. كل عام وأنتوا بخير، رمضان كريم. إلى اللقاء. شعور حلو إنه تكون أول مرة بستوديو، جمهور، قدام شخصية إعلامية مثل جورج قرداحي. شعور لطيف جدا إنه شخصية جورج قرداحي المشهورة في العالم العربي إنه تقابلها. تقف أنت أمام قامة إعلامية كبيرة على مستوى الوطن العربي، مدعاة فخر لي، وهذا هو الإنجاز الحقيقي والمكسب الحقيقي في برنامج الملياردير.
أكثر سؤال خوفني إنه أجاوب عليه بس جاوبت عليه هو كان السؤال اللي يخص قصيدة شمس وشمسي والعراق وعراقي. أكو توتر من السؤال، هل لك القدرة على الإجابة؟ لكن هذا التوتر شيء طبيعي وتدريجياً يزول، لكن مع كل سؤال إن إحنا نظل في حالة ترقب للخيارات اللي تجي بالسؤال. عندي معلومات مشتتة من هنا وهناك تتعلق في مجالات مختلفة، خصوصاً أنه أنا عندي مطبعة، فحاولت أنه أستذكر بعض الأمور بشكل متسارع. أنا حالياً انهيت المرحلة الأولى من البرنامج وانتهت الحلقة، وإن شاء الله راح نعاود الكرة مرة أخرى، وطموحنا إن شاء الله يكون كثير جداً بالإجابة على الكثير من الأسئلة. أشكر قناة الرابعة وشركة كيكال على هذه المبادرة الجميلة. أقبل شهر لم تجي، هل الخير أهلا فيه؟